في الفيديو السابق أوضحنا كيفية استخدام الريندر بيج، وقلنا أنه إحنا راح نضع الفوتر والهيدر على أساس يكون layout shared، ويعني استدعيناها في كل صفحة. فهناك طريقة هي عكسية عكس الريندر بيج، ألا وهي الريندر بودي، أنه إحنا هذه الاندكس يعني الصفحة الرئيسية المين layout تحتوي على الهيدر والفوتر الثابتة، راح نجعلها ثابتة ونضع الريندر بودي، يعني البودي راح نعمل له ريندر من الصفحات اللي ترث من عندها. فالآن خلينا نتجه على الشير، نضيف صفحة جديدة على أساس تكون layout teaser، وهذه الصفحة طبعا هي shared، راح ننقلها على أساس أنه هي main ذلك. أوكي، نفرقها من واحدة واحدة. الآن نأخذ محتوى الاندكس كله كترال اكس، وأجي هنا أضيف داخل المين كترال في، تمام. تروح على محتوى الصفحة، محتوى الصفحة البودي مالت الصفحة، محتوى الصفحة هو يبدي من هنا من المين، تأخذ هذا كله كوي أو تأخذه كترالايز، يعني قص ينتهي بهذه النقطة إلى هذا الوسم كترالايز، تمام. تأخذه كترالايز وهنا بالداخل مالته يعني ما بين الهيدر والفوتر، راح تقول هنا أنا عندي هنا ريندر بودي فقط بهذا الشكل، تمام. الآن بتروح على الاندكس، تروح على الاندكس وتضع بيست المحتوى اللي احنا اخذناه كترال اكس، وفي الاعلى راح اقول له انه هذا الاندكس هو يرث من الصفحة المين، تمام. فكيف الوصول لهذا الامر؟ بسيط جدا، اقول له كود بلوك اد اريزر، وبعد ذلك راح اقول له هنا اللي اوت مالتي هي راح تكون هذه، اسحبها بهذا الشكل واضعها واخذ من عندها فقط المسار السترنج، كترال اكس كترال في فارزه منقوطه، احذف هذا اللينك، تمام. فالان النتيجه اللي راح توصل لنا هي نفس النتيجه السابقه باعتبار انه هي نفس الصفحه. فالان العمليه عكسيه، احنا عملنا رندر بودي، تمام، رندر بودي للمحتوى، واخذنا المحتوى وقلنا انه هو يرث من الصفحه الرئيسيه. لاحظ هذا محتوى الصفحه نفسها، خلينا نطبق على صفحه اخرى. بتذهبي على الكنترولر وتروح على الكرييت، تمام، اقول لها اد فيو، تمام. في الاد فيو لاحظ الان يقول لك هنا without model، اوكي without model use layout page، يعني استخدم لي البيج المصدريه، فاقول له اوكي الصفحه المصدريه مالتي هي وين موجوده؟ موجوده في الفيو، موجوده في الشيرت، هذه هي، احددها واقول له اوكي اوكي اوكي. فالان راح يضيف لك صفحه كرييت، هذه هي الصفحه، انه اللاي اوت مالتها الرئيسيه هي هذه. فالان لو تصفحها نتصفح هذه الكرييت، كليك ايمن عليها وقل له فيو ان براوزر، فالان راح الهيدر والفوتر هي ثابته، فيعمل رندر فقط للبودي. لاحظ هذا جانب فقط العنوان مالته اللي هو عبارة عن create. إذن هذه بالنسبة إلى الريندر body.